طبعاً أضم صوتي صوت كل من بارك هذا الاجتماع المهم التونسي الخليجي الذي يأتي في وقت مهم جداً بالنسبة إلى المسار السياسي والتنموي التونسي بعد الثورة. فأشكر كل من لبى دعوة اتحاد الصناعة والتجارة، وأشكر طبعاً هذا الاتحاد على الفرصة التي أتاحها. أنا في الواقع سأضيف القليل على ما قيل لغطى كل أوجه التعاون، وسأكتفي ببعض الإشارة إلى بعض محاور التفكير المشترك بيننا، علما وأنه يمكن في بعض الأسئلة سنحاول نجيب عليها. هنالك محاور تعاون متعددة في الحقيقة بيننا وبين أخواننا في الخليج. سأتكلم عن الميدان اللي يهمني أنا بالخصوص، من اقتصادي غطاه السيد وزير الاقتصاد والمالية، فحديثي تكميلي أكثر من شغل الآخر. الميدان الأول في الواقع هو كذلك الميدان بين البنوك المركزية العربية في تعاون في نطاق صندوق النقد العربي قابل يعني بصيغة مستمرة وعلى وسائل الدفع مثلا أو حاجة أخرى ثانية، لكن هنالك أقول إمكانية لدعم هذا التعاون السير في المركزي العربي العربي المشترك، لا يمنع كون تكون هنالك علاقات بين البنوك المركزي التونسي وبنوك الدول الخليج، لأن أوجه التعاون النقدية والمالية كثيرة جدا وموجودة في عدة جهات أخرى، فبودي أن نوطد العلاقات ثنائيا بين البنك المركزي التونسي وكل صناديق البنوك المركزية أو الهيئات النقدية العربية، وإن شاء الله كذلك هذا يفتح باب آخر للتعاون النقدي المالي على مستوى البنك المركزية، ومرتبط طبعا بالنشاط الاستثماري والتجاري العربي التونسي الخليجي. الناحية الثانية وهي ما زالت الآن يعني في بدايتها، مستقبل المالية الإسلامية في تونس، ما نقولش الصيرفة، الصيرفة هو جزء مهم، المالية عموما. وهذا طبعا منهج جديد بالنسبة لي، نحن ما زلنا في المرحلة الأولى كما تعلمون، وأنا أقول هذا الناحية واعدة جدا في تونس، وما في شك بأنه إخواننا يعني المصرفيين ودى الخليج اللي عندهم تجربة متواضعة لكن مهمة في تونس كذلك، وعن طريقهم ممكن ننمي الاستثمار. فالبنك المركزي التونسي في نطاق صلاحياته مستعد كل الاستعداد أن يقدم كل أوجه التعاون الفني والاقتصادي والتقني لكل المبادرات التي تسعى إلى تنمية المالية الإسلامية في يعني وجهها المصرفي لهمم جدا، سواء كان مصارف خليجية إسلامية بحتة أو مصارف خليجية تونسية مشتركة أو غيرها، وكذلك في على مستوى سوق المال. سوق المال التونسية تحتاج كذلك إلى تعاون على مستوى المالية الإسلامية، سواء كان السندات السيادية أو غير سيادية أو سندات مؤسسات corporate bonds غدا، كذلك آليات مالية ادخارية واستثمارية اللي موجودة الآن في بلدان الخليج، وللأسواق المالية الخليجية باع طويل ومستوى علمي وتقني جيد جدا يضاهي ما هو موجود في عدة بلدان غربية، أنا أعرف هذا عن كثب. وممكن نحن كذلك ننظر لإخواننا في الخليج ليس كمنبع مال، لا، كذلك كخبرة هائلة جدا في ميدان الصيرفة المالية، عندهم ما يعلموا عديد من البلدان العربية الأخرى في ميدان التنافسية على المستوى المالية والتركيب والبورصات. فأنا أرحب كذلك بأي تعاون يقع بيننا وبين الإخوان في الخليج في هذا الميدان المالي الفني، لا يقتصر على تحويل المال، كذلك في ميدان الفني
والمراكز المالية الموجودة في عدة بلدان عربية سواء كانت السعودية أو في دبي أو في قطر أو في غيرها أو في طبعا في البحرين، ممكن أن ننهل منها هذه الخبرة الطويلة الناجحة في كل ميادين. هذه نقطة ثانية مهمة، المالية الإسلامية في جنبها المصرفي طبعا وكذلك البورصي أو المالي عموما. الناحية الثالثة كما وقع الإشارة إليه هذا الصباح، نحن الآن في إعادة هيكلة كل القطاع المصرفي التونسي، وبدأنا فيه شرعنا بإذن الله، سواء كان القطاع اللي يهم يعني الدولة تواجد في عدة بنوك، وبدأنا بعد النظر ووضعنا الخطوط العريضة لمنظومة مصرفية تونسية جديدة، وضعت هذه المنظومة باتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية، مررنا على الحكومة أصبحت رسميا، مررنا على صندوق النقد الدولي وقع اعتمادها على صندوق النقد الدولي أصبحت رسميا، وقع الترحاب بها في كل الأوساط المالية الأجنبية. أنا بودي أن هذه التجربة وهذه النظرة الجديدة لإعادة هيكلة الصيرفة التونسية إسلامية وغير إسلامية بودي أن كذلك تكون محل عناية إخواننا في بلدان الخليج، ننظر فيها على مستويات عديدة. المستوى الأول، إلى أي مدى مستعدين أن يساهموا في تركيز هذا الهيكل المصرفي التونسي الجديد بالطرق اللي هم يشوفوها بتعاون مصرفي مصرفي ثنائي أو جماعي، فأني أطرح هذا، ومستعدين أن يكون مثلا اجتماع يختص مختص بالنظر بين المصارف الخارجية وتونس في النظر في إمكانية مساهمة الدول الخليجية أو المصارف الخليجية في هيكلة النظام المصرفي التونسي المستقبلي، سواء كان على تلك الرسمالة رسمال، يعني في أي مدى مستعدين يدخل في الرسمال أو في مشاريع مشتركة أو في تعاون فني أو مالي، يعني أوجه التعاون متعددة جدا، ونحن طموحنا كبير جدا بأن الخبرة المصرفية الخليجية اللي هي من أكبر الخبرات الآن ويشهد بها يعني عالميا بأنها وصلت إلى مستويات فنية رائقة جدا رائعة جدا، يعني ممكن نحن ننهل منها للنظر في هذا الموضوع. ثم حتى كل الإطارات الكوادر، أنا نعرف بحكم مهنتي أن الكوادر المصرفية الخليجية في مستوى عالي جدا من الخبرة المالية، فعليش من يعني من كذلك ما يكونش هناك أوجه التعاون بيننا وبينهم. فكل هذا في الواقع التعاون المالي سواء كان على مستوى البنوك المركزية أو على مستوى النظام المصرفي كله يعتبر أنه يؤدي إلى دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الخليجية وتونس بكل أنواعه تجاريا واستثماريا واقتصاديا. بدون قطاع مصرفي قوي يصعب أن الإنسان يفكر في تعاون اقتصادي تونسي خليجي، فيجب يكون القطاع التمويلي والمالي دعم للعمل المشترك التجاري والاقتصادي. أخيرا نختم هذا بأنه هذا السؤال نعرف موجود في الآن عندنا، حب نأكد أن مجلة الصرف عندنا في تونس منذ سنوات تحمي حقوق كل مستثمر أجنبي حماية لم يقع يعني التنكر لها إطلاقا في تونس منذ أن وضعت، سواء كان في أوقات اليسر أو العسر عندنا كنا محترمين لكل التزاماتنا، يعني لحرية التحويل رأس مال وأرباح وحتى أجور للموظفين اللي هم موش تونسيين، ولم نتردد حتى في أوقات الأزمة أن أكد لكم عن في أوقات الشح الكبير عندنا في العملة الصعبة، وصارت لنا يعني ولسه ما زلنا نواجه الآن هذه موسم ما زلنا نواجه في صعوبات على مستوى السيولة في العملة الصعبة لأسباب يطول شرحها، لكن حتى في هذه الأسباب عندما يحين زمن استرجاع الأموال استحقاق لم تردد ولو يوم واحد، تونس لم تطلب
تأخير ولو يوم واحد فيما يخص احترام التزاماتها المالية رأس مال وأرباح. في هذا كونوا يعني واثقين بأن هذا التزام بالنسبة لنا وأن الأخوان المستثمرين الخارجيين سواء كان تجار في التجارة أو في الصناعة أو في غيرهم في هذا الموضوع يطمئنوا بأن تونس ستكون على مستوى تعهداتها.